اليوم مظاهر كثيرة موجودة في الشارع العراقي تتحدث عن وجود عسكرة، البعض يريد ويطالب بأن يكون المجتمع والشارع العراقي بعيد، على اعتبار مرينا بمرحلة جيدة من الأمان والاستقرار، وأيضا من المفترض أن يكون المواطن بعيد عن هذه المظاهر، خصوصا مع إجراءات فرض حظر التجوال. نشاهد مشاهد كثيرة تدل على أنه الشارع العراقي ما زالت حتى هذه اللحظة وجود مظاهر العسكرة، والأدوات التي تدل على أنه العسكرة أيضا موجودة في الشارع العراقي الذي من المفترض أن يأخذ حريته بشكل أوسع. قبل أيام منطقة الكرادة خرجت في تظاهرات ضد هذه الظواهر التي تعتمد مع إجراءات فرض حظر التجوال يوميا في شوارع الكرادة، ومن أجلها وبعد هذه التظاهرات أيضا عقدوا مؤتمر مع بعض الجهات الأمنية. خلينا نشوف هذا المؤتمر ونرجع. هذا الاجتماع المصغر لأهالي الكرادة مع القيادات الأمنية المختلفة لهذا اليوم ما هو إلا نتيجة لتظاهراتنا اللي حثت قبل تقريبا 4 أو 5 أيام، وكانت على يومين بالتوالي في شارع الكرادة داخل، اللي قدناها احنا شباب منطقة الكرادة من أصحاب محلات وكسبة، ممن اللي ضرروا من الخطة الأمنية للقيادة القيادة اللي في قرارات خلية الأزمة في غلق الشوارع وخصوصا شارع الكرادة داخل، وما عانى أهالي الكرادة داخل من تعسف في تطبيق قرارات مجحفة بحق المحلات في الكرادة داخل، خاص يعني بالأخص شارع الكرادة داخل اللي هو انغلق وانقطعت كل أرزاق الشارع نهائيا. نشكو من عسكرة المجتمع، يعني حقيقة الأرزاق العالم دائما، المحلات في تذمر، المتسوقين في تذمر. أصبحت بغداد مدينة عسكرية، وواحد يقول لي ليش تقول مدينة عسكرية؟ أقول لك شوف القطاعات، شوف الازدحامات، شوف الآليات العسكرية، شوف الجيوش، شوف التعسكر في الطرق. إذا يريد ينزل آمر اللواء يتمشى يفتش في الكرادة أو في المنصور أو في بغداد الجديدة، تباوع أنت تقول شوف خوذ وأسلحة وكلاشينكوفات، بس مدافع ثقيلة ما جاية. الناس صارت عندها فوبيا من شيء اسمه بغداد، وهكذا بدت الحالة الاقتصادية تتدهور ويذهبون إلى مدن أخرى، إلى سفرات أخرى، وبدت بغداد تتراجع خدميا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.